السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله لا نبي بعده. Sahabat pecinta Al-Quran semua, pendukung channel Tahsinul Quran dan doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan hari ini, hari Ahad, kita akan sama-sama latihan membaca Al-Quran dengan pelan-pelan di surah At-Taubah juz 10 halaman 188 ayat ke-7 ya. Akan kita bacakan dengan pelan-pelan seperti biasa. Semoga jamaah yang mengikuti bisa membacanya dengan fasih dan benar. Dan bagi jamaah yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap, silakan WA langsung ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Nanti PDF buku tahsin lengkap ini akan kita kirim ke jemaah masing-masing agar bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai makharijul huruf yang telah ditentukan oleh syar'i, oleh qira'ah, yaitu asim riwayat hafaz. Baik, sekarang mari sama-sama kita awali bacaan kita dari ta'awuz dan tidak kita baca bismillah karena ini adalah surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء
تعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين
يذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أجعلتم سقاية الحج وعمارة
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang berbahagia ini alhamdulillah sudah selesai kita bacakan 3 halaman seperti biasa. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan bagi kita semua dalam membaca Al-Quran, dalam membacanya dengan fasih dan benar, dan bisa beramal menjadi sesuatu hal amal kebaikan kita untuk menuju pulang ke rahmatullah nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagi jamaah yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.